مساء المشاهدين، اهلا بكم الى نشره الاخبار الرياضيه نقدمها لكم من قناه يمن شباب. والبدايه من العناوين. الجيل يتوج بلقب بطوله الذكرى التاسعه لثوره 11 من فبراير في شبوه. أهلي تعز يمطر شباك الصحة بثمانية أهداف في دوري بلقيس لأندية تعز. اليرموك يتغلب على السهام ويتصدر دوري ملتقى الوحدة، والأهلي ينتزع تعادلا صعبا من العروبة. أهلا بكم من جديد. أمطر فريق أهلي تعز مرمى نظيره فريق الصحة بثمانية أهداف لهدف في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة دوري بلقيس لكرة القدم لأندية محافظة تعز. سجل أهداف الأهلي لاعبه مهند شوقي 5 أهداف وهدف لكل من حمزة محروس وعصام نعمان وعيسى فيصل، فيما جاء هدف الصحة الوحيد عبر إيهاب الثلاية. هذا الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق الأهداف عن الطليعة الذي يحمل نفس الرصيد من النقاط، فيما بقي رصيد الصحة بالمركز الأخير أو بقي الصحة بالمركز الأخير برصيد خال من النقاط. وفي دوري كرة القدم الذي يقام ضمن فعاليات ملتقى وحدة صنعاء الشتوي الرياضي الثالث، تصدر فريق اليرموك ترتيب الدوري وذلك بعد فوزه على فريق السهام ب3 أهداف لهدف لحساب الجولة الثانية من الدوري. اليرموك تقدم عند دقيقة 36 عبر علي السكري، وبعدها ب4 دقائق ضعف النتيجة صقر الحربي بهدف ثان، ومع حلول الدقيقة 55 أحرز سليمان حزام هدف تقليص الفارق للسهام، إلا أن أسامة الداهية أضاف الهدف الثالث لليرموك. بهذا الفوز ارتفع رصيد اليرموك إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب وبفارق الأهداف عن وحدة صنعاء، فيما بقي رصيد السهام خاليا من النقاط في المركز السابع. لحساب الجولة ذاتها حقق فريق وحدة صنعاء فوزا صعبا على فريق الشرطة، وعاد الوحدة من تأخره بهدف للفوز ب2 لهدف. فريق الشرطة تقدم أولا عند الدقيقة 18 عبر طلال الخميسي، وعدل النتيجة للوحدة يوسف كندش عند الدقيقة 46، ومع حلول الدقيقة 68 أحرز الهدف الثاني للوحدة عبد الله العبسي. بهذا الفوز ارتفع رصيد الوحدة إلى 6 نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن اليرموك، فيما بقي رصيد الشرطة خاليا من النقاط في المركز الثامن. وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها انتزع أهلي صنعاء تعادلا ثمينا بهدف لمثله من نظيره فريق العروبة. العروبة تقدم أولا عند دقيقة 37 عبر محمد العسوط، واستمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع قبل نهاية اللقاء، عندما تمكن حمد الزبيري من تعديل النتيجة للأهلي. هذا التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط في المركز الثالث، فيما حصد العروبة أول نقطة له في البطولة ليحتل المركز السادس. وشهدت الجولة الثانية لدوري ملتقى الوحدة الشتوي فوز فريق 22 مايو ب4 أهداف لهدفين على فريق شعبي صنعاء. مايو تقدم بالهدف الأول عند الدقيقة 45 عبر محمد العبيدي، وعدل النتيجة للشعب عمر الرداعي بعد دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني، ومع حلول الدقيقة 60 تقدم مايو بالهدف الثاني عبر محمد هاشم، إلا أن الشعب أدرك التعادل مجددا بعد 6 دقائق عبر عمر الداحي قبل أن يحرز مفيد جمال الهدف الثالث لمايو عند الدقيقة 75، وعند الدقيقة 86 أضاف عبد الجليل نجاد الهدف الرابع. بهذا الفوز حصد فريق 22 مايو أولى 3 نقاط له في البطولة ليحتل المركز الرابع وبفارق الأهداف عن شعب صنعاء الذي احتل المركز الخامس. توج فريق الجيل بلقب بطولة الذكرى التاسعة لثورة 11 من فبراير لكرة القدم في محافظة شبوة. وجاء تتويج الجيل بلقب البطولة بعد فوزه على فريق الشباب بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وشهدت المباراة التي أقيمت على ملعب الفقيد الخليفي في عتق شهدت حضورا جماهيريا كبيرا. أحيا نادي الشعلة في العاصمة المؤقتة عدن الذكرى 52 لتأسيسه بإقامة مباراة ودية جمعت الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بفريق التلال، وتغلب فريق الشعلة على التلال بهدفين لهدف، حيث أحرز هدفي الشعلة مناف سعيد وأيمن الحاج، فيما جاء هدف التلال عبر عبد الرحمن نصر. وعقب المباراة نظم نادي الشعلة فعالية تكريم للاعبيه بكأس الذكرى 52 لتأسيسه وسط حضور جماهيري ملفت من عشاق النادي. كان مباراة تكريمية مع فريق التلال بهذه الذكرى الطيبة، ونقول لأبناء البريرة كلهم كل سنة طيبين وهذه الذكرى الطيبة بالنسبة لنادي الشعلة. نحن طبعا كان لدينا برنامج كما نعمل كل سنة، نحن انه بنعمل بطولات خاصة كما تعودنا دائما تقييمها في عدة أنشطة على مستوى الألعاب الموجودة عندنا، طائرة، كانت تنس طاولة، كرة سلة، اليد، قدم، لكن نتيجة للأوضاع اللي مرت من مر بها النادي. كرم محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سلمين البحسني فريق شعب حضرموت بمناسبة فوزه بلقب الدوري التنشيطي لكرة القدم. وشهد البحسني بالمستوى الذي قدمه لاعب الشعب في نهائيات الدوري التنشيطي والتي أقيمت في مدينة سيئون الشهر الماضي. وقدم البحسني خلال لقائه بعثة نادي الشعب قدم لبعثة نادي الشعب 4 ملايين ريال دعما للنادي، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بالرياضة والرياضيين في محافظة حضرموت. وقال البحسني إن السلطة المحلية اعتمدت مخصصات مالية للأندية والاتحادات الرياضية لدعم ترميم الأندية والمنشآت الرياضية. اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن منافسات بطولة تنس الطاولة لفئتي البراعم والناشئين لأندية المحافظة، وتمكن فريق الشعلة من الفوز بلقب البطولة لفئة الناشئين تحت سن 14، فيما حقق فريق التلال لقب البطولة لفئة البراعم تحت سن 10. وأقيمت بطولة تنس الطاولة للبراعم والناشئين برعاية وزير الشباب والرياضة نايف البكري وبمشاركة 7 من أندية العاصمة المؤقتة عدن. كما عودناكم مشاهدينا الكرام قبل الختام نترككم مع مواعيد أبرز المباريات في البطولة الدولية المختلفة. مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا الرياضية لهذا اليوم، نشكركم على طيب المتابعة.